السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد من بايك كلاب. الفيديو النهاردة يا شباب بنتكلم فيه مع بعض على انواع الكشافات الامامية للدراجة. طبعا ما احنا عارفين ان في ناس كتير بتحب تمشي بالليل، فطبعا النور شيء مهم جدا عشان ما تقعش في بلاعة. اللي ماشي ورا منك سواء باوتوبيس او بموتوسيكل او بعربية يبقى شايفك، يبقى عارف اللي انت مش شبح، يبقى انت ظاهر قدامه علشان العوامل الامان بتاعتك يعني. تمام. فالنور طبعا شيء مهم جدا لازم تحطه في العجلة طالما هتمشي بالليل. طيب بنبص مع بعض ونشوف الكام كشاف اللي معانا. دول هم اغلب الكشافات اللي موجودة في السوق المصري. تمام. بنتناول كل كشاف وبنجربه وبنشوف سعره ومتوسط سعره ايه. فلو انت مهتم بالموضوع تابع الفيديو للنهاية، وياريت تفعل زر الجرس وتشترك في القناة لمتابعة كل جديد. اول كشاف يا جماعة معانا هو الكشاف دوت، بيكون عبارة عن كاتب لك بايسكل لامب 5 فولت مش عارف ايه. المهم الكشاف دوت عبارة عن قطعتين، كشاف امامي وكشاف ايه خلفي. احنا النهاردة الحلقة عن الكشافات الامامية والاضاءة الامامية، فهنشوف مع بعض. اجلكم يا جماعه جبنا الكشافات دي كلها وبنجربها لكم. فياريت ما الناس اللي بتتفرج بلاش يعني لا مبالاه وبلاش انانيه، وياريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تدعمنا زي ما احنا ما بنتاخرش وما بنتعبش عليكم في حاجه. ده بيشتغل بثلاثه حجاره، حجاره ريموت. تمام. في ناس طبعا بتكره الكشاف اللي بالحجارة، وفي ناس بتحب اللي بالحجارة. نفس الكلام الكشاف اللي بالشحن ده، في ناس بتفضله. هنشوفه دلوقتي ده بالحجارة. طبعا تضغط كده الضغطة دي اهي، كشاف اشتغل، ضغطة تانية يطفى. اذا الكشاف ده يشتغل ويفصل وبس على كده، مفيهوش ايه، مش متعدد الانظمة يعني. طيب تعال نشوف النور بتاعه كده عامل ازاي. طيب يا جماعه نشوف النور بتاعه، ده الكشاف اهو، ده النور بتاعه زي ما احنا شايفين. انا كده ببعده كده، بنقربه تحت اهو كده ببعده. النور بتاعه نوعا ما نوعا ما يعني مش قوي قوي، متوسط. بص طيب بنشوف بعد كده الكشاف اللي بعده، ولكن قبل ما نشوف الكشاف اللي بعده نعرف كده كل واحد عشان ما نتوهش من بعض، كل واحد سعره كام. طيب الكشاف ده يا جماعه بيركب على الجوادين العاديه، الجادون الدراجه لازم يكون جادون عادي مش مبطط وبتاع، لانه بيجي بالحلقه دي مش مطاط. المطاط يركب على اي جادون. المهم ده سعره ده طقم على بعضه، الاتنين دول بيبقوا عاملين 75 جنيه. تاني كشاف معانا برضو يا جماعة، هناخد الاول اللي هما بالحجارة عشان نبقى الفيديو منظم. تمام. فده تاني كشاف معانا دوت بالحجارة برضو. الميزة في الكشاف ده ان في ناس بيقولك الحجارة بتقعد اكتر من الشحن عشان ده بثلاثة حجارة وكده، فلو الحجارة خلصت ممكن يشتري حجارة. طبعا انا ضد الكلام ده، لان انت لو جايب كشاف بالشحن، طب ما لو الشحن خلاص ممكن تجيب باور بانك وخلاص يعني، يبقى اسمك وفرت ايه فلوس الحجارة. تمام. طيب تعالى بنشوف كده الاضاءة بتاعته. ده جماعة في كذا مستوى، ده في رعاش اهو، ده رعاش. طبعا ده في عدسات فبيجيب من بعيد، شايفين ده في عدسات بيجيب من بعيد. جميل اهو. وفي اللي هو الرعاش التاني ده اللي عامل زي بتاع البوليس ده، شايفين. جميل. وفي النور الثابت اللي هو ده بقى يبقى ثابت اهو زي ما احنا شايفين. دي الاضاءة بتاعته. طبعا الاضاءة بتاعته بتكون مسلطة اكتر ما هي متمركزة، يعني بتكون مسلطة لبعيد.
ما بيكونش فارش معاك، ولكن برضو يعتبر يعني متوسط شغال يعني، بس مش قوي. لو انت جايبه ينور لك الطريق قدامك، لا ده كتنبيه، كشافات تنبيه، دي ككشاف تنبيه حلو، لكن كإضاءة لا. زي ما عودناكم اهو، بنقول لك كل حاجه بامانه وبايه، وما بنشكرش في حاجه، بنقول لك ديت زي الزفت، وديت زي القطران، وديت كويسه، وديت هباب كده يعني. طيب يا جماعه، بنشوف التالت كشاف معانا، ده برضو هو الامامي، ده بثلاثة حجاره برضو. خلاص، ده ايه فكرته بقى؟ ده ينفع كشاف راس كمان، انت بتثبته على الجدون كده خلاص، و او يعني كده، وبتشغله من هنا. اوكي، ثلاث مستويات اهو، وممكن يشتغل من هنا يعني، هو عطيلك زرارين بحيث لو واحد باظ يشغله من التاني. المهم ده بيكون شريط ليد، شريط ليد اللي هو النوع الشريط اللي هو عامل زي الكوميت ده، بيبقى قوي جدا ده. فده قوي، ده كده الواطي، ده الرعاش تاني، ده العالي، ده الواطي الاضاءة الخافتة يعني، ده الايه التنبيه او الرعاش. تعالى نشوف الاضاءة بتاعته اهو، زي ما انتوا شايفين يا جماعه اهو، ده ملحوظه يعني، الضوء ملاحظ يعني، ده اقوى من التانيين، ده العالي، ده الواطي، ودوت ايه الرعاش. تمام، طيب الكشاف ده بقى استخداماته كتير، ان انت حتى لو النور راح في بيتكو او حاجه يعني تقدر تستخدمه، ده حلو جدا. عشان ما ننساش، دوت عامل كام؟ دوت عامل 45 لـ50 جنيه. خلاص، 45 لـ50 جنيه، ودوت يعتبر برضه زيه، لا زيه. طيب نيجي بعد كده نبدا بقى نخش على الكشافات اللي بالشحن، اللي بتعمل بالشحن. في عندنا يا جماعه الكشاف بيبقى عامل زي ده كده، كشاف دوت، نشوف العلبة بتاعته. ده كشاف بيقول لك ويلكم تو سويس كانال، مش عارف ايه، مرحبا بك في قناة السويس، واسمه فتحي المعلم المستورد يعني. بتيجي تفتح بقى انت الكشاف، بتلاقي حاجة ظريفة جدا، وده اللي احنا اتكلمنا فيه في حاجات كتير. يقول لك كشاف تبرو يو اس ايه، كشاف مش عارف ايه. يا جماعة، طالما انت عايز تطبع اي كلمة هتتطبع، دي كلمة مطبوعة ومكتوب يو اس اي، يعني انا كده بيع لك الكشاف ده. لو انا راجل ضلالي ممكن ابعهولك على ان هو امريكي، هو مكتوب عليه يو اس اي يا عم الحاج، مش مكتوب يو اس اي اهو، ما بتطلعش، هي لازقة يا عم الحاج. اه يا عم، ده جاي من كاليفورنيا، كاليفورنيا دي اللي اسمها ايه. المهم مكتوب هنا فتحي، خلاص. طب ازاي بقى هو يعني امريكي وجاي ومكتوب هنا فتحي؟ ده ايه ده، من عند ايه ده، ميدان عمو فتحي. المهم انت دلوقتي مش مطلوب مننا اللي احنا نطول في الفيديو، فهنجرب لك الكشاف وخلاص. اول حاجه يا جماعه، بتبقى انت طبعا الكشافات ديت بيبقى معاها شاحن، بيبقى معاك شاحن اهو، الشاحن بتاعها كام فولت يا باشا؟ 3 فولت او 5 فولت. تمام، انت بتبقى معاك بطاريه ليثيوم، ليثيوم ايون. البطاريات دي بتبقى على فكره يعني قويه جدا اهي. سيبك بقى من الهجس اللي مكتوب، اللي هو كاتب لك 5800 ملي امبير هي قويه بس مش للدرجه ديت يعني، دي 3.7 فولت اهي، ده الامبير اللي مسؤول عن ايه، يقول لك يعني هتقعد معاك قد ايه. المهم انت بتحط البطاريه كده، ده الشاحن. تمام، وسيادتك تقوم جاي موصل على الفيش. طيب يبقى بطارية بتتشحن بالطريقة دي. كشاف نشوف اضاءته، حط البطارية، بسم الله. حطيناها العكس، ركبنا يا جماعة الحجر بتاعه، ودي الاضاءة. طبعا الاضاءة مش باينة كده، فهنقفل النور نشوف الاضاءة بتاعته، لكن الاول بنوريك طبعا الكشاف ده فيه زوم،
يعني ايه زوم؟ يعني يفتح معاك ويضيق الدايرة زي ما احنا شايفين. اوكي مش عارف كده انت عشان نشوف بشكل اوضح كده اهو، كده يفتح الاضاءة كده يسلط الضوء. اوكي طيب برضو في ثلاث انظمة، عالي واطي ورعاش، ده الواطي ده الرعاش وده الاضاءة العالية. يبقى ده الواطي ده الرعاش ده الاضاءة العالية وده التسليط، تسليط الضوء لو انت عايز تسلطه تبعده، يعني بمعنى اصح الكشافات دي ممكن تصطاد بيها يعني عصافير او حاجة، اسمه كشاف صحراوي قوي جدا ده، تسلطه بقى على شجرة، على سواق تاكسي في المراية تعمشه. المهم ده كده الرعاش، ده العالي، ده الواطي. طبعا الكشافات دي شدة الإضاءة بتاعتها بتكون قوية جدا. اوكي وبتبقى فارشة معاك الطريق كويس. طيب برضو الكشاف ده جاي بالبتاعة دي البلاستيكة دي، البلاستيكة ديت يعني عشان لو انت ايه عطلت على الطريق او حاجة، او انت ماشي معاك رايد يعني معاك ناس راكبين عجل او حاجة بالليل، فتقدر تستخدمها تشاور لهم بيها. بص شكلها برضو ايه ظريف، يعني اللي هو ايه رخصك يلا رخصك يلا، تمام حلو يعني. طيب يبقى ده كده الكشاف ده كده خلصناه، خش على اللي بعده. طبعا في واحد هيسأل يقول لك هتتثبت ازاي؟ دي هتتثبت كده بالطريقة دي هنا كده. اوكي دي القاعدة اهي بتثبت في الجدون، والكشاف بيركب هنا كده جوه ده. دي بتلف معاك طبعا ايه 360 درجة زي ما انت عايز، وتنزل وتطلع. جميل. الكشاف اللي جاي برضو دي قاعدته. بص ده يا جماعة الكشاف اللي عليه الدور، الكشاف اللي معانا دوت برضو ممتاز جدا برضه بالحجارة الشحن، ولكن هنشوفه ايه المزايا بتاعته. مزاياه ان الجسم بتاعه كله ألمونيوم. اوكي في هنا مغناطيس قوي جدا لو العجلة عطلت منك او حاجة، بيلقط بيمسك بيمسك جامد في اي مثلا سطح معدني او حاجة او عمود نور وانت تصلح العجلة. جميل. الكشافات ديت برضو ما بتستخدمش في العجل بس، ممكن تستخدمها في البيت لو النور راح او كده بتنفعك. طيب ده العالي بتاعه، ده العالي اهو، وده الواطي وده الرعاش. بنلاحظ ان الكشاف ده اقوى من اللي فات شوية، ان ده كشاف قوي جدا. تمام يعني انا اتعميت يا جماعة بصراحة، كشاف قوي جدا. طيب وزي ما قلنا الالومنيوم بيمسك من هنا اهو، خلاص هنا مغناطيس وده ضد المية. وفي حاجة جميلة جدا ان ده بيتشحن من غير ما تطلع الحجارة منه عكس التاني. جمال. يعني انا بوصل الشاحن هنا اهو كده، والحجارة او البطارية جوه منه وتشغل. خلاص عشان برضو نختصر وقت الفيديو هنجري شوية معاكم، هنروح بعد كده للكشاف دوت. الكشاف دوت ده منتشر برضو في السوق المصري، ده كشاف بسرينة. احنا النهاردة الفيديو على الكشافات فمش هنشغل السرينة. جميل. ده كشاف عالي واطي رعاش زي ما احنا شايفين، ده بيدي نقطة، والنقطة ديت ما تبقاش يعني مش دايرة يعني، فما تبقاش قوي قوي يعني. اوكي وديت السرينة بتاعته كذا صوت طبعا. خلاص ده الكشاف دوت بيتشحن باليو اس بي كابل التليفون. و عشان ما تقولش اللي انا ناسي، ده سعره بيتراوح، ده اللي بالشحن يتراوح من 120 لحد يعني 100. تمام هو في الحدود ديت من 100 جنيه اللي بالشحن مش اللي بحجارة، عشان ده كشاف بسرينة 5 صوت، فهو من 100 جنيه ل 120 130 بالكتير قوي يعني. ده الكشاف دوت بيتراوح سعره من 165 جنيه بالقعدة. تمام ده بيتراوح سعره مثلا من 155 ل 175 بالقعدة. الكشافات القوية دي على فكرة الكشاف دوت 180 لومنز. اوكي اللومنز ده اللي هو شدة الإضاءة. طيب نيجي بعد كده للتوب بتاعهم او اقوى كشاف اللي هو برضو عليه طلب، والكشاف دوت بنشوفه مع اصحاب كتير لينا. الكشاف ده كشاف بتلات عدسات. خلاص طيب ملناش دعوة بدي ولا بدي، لان دول
بينوروا كده كفلاشر بس، خلاص دول وظيفتهم ان هما يعني فلاشر. اما ده وظيفته انه يعمش اللي قدامك يعني. ده بص كده، ده قوي جدا، ده دول اضاءة شبورة يعني دول، لكن ده الاساسي بتاعك. اوكي طيب، بتشوف كده الاضاءة بتاعته زي ما احنا شايفين، في زوم طبعا، الزوم بتاعه بيضيق الدايرة او يفرش معاك، يفرش معاك قوي جدا اهو يعني كده. ده الرعاش دوت. هنشوف بقى الكشاف ده كمان عن بعد بقى عشان ننهي بيه الفيديو. بنجرب كده الكشاف زي ما احنا شايفين قوة الإضاءة بتاعته. عايز أبعد الزوم أهو، تمام. عايز أفرش الزوم كده، فتح معايا الدايرة عن بعد. أوكي ده كده أول مود، ده تاني مود أهو الأحمر. سعر الكشاف ده يا جماعة بيكون عامل 130 ل 115، يعني مش أقل من كده يعني، تمام. السعر ده يعني عند أقل حد، وعند مثلا المتوسط بتاعه كام يعني، تمام. هو كاتب لك بقى ليد لايف 100,000 هاورز، اللي هو عمر اللمبه. طبعا اللمبه بتعيش، المهم البطاريه. جميل. الكشاف ده طبعا كويس جدا في انه بيركب على اي جادون، سواء جادون رود مبطط او جادون عادي، عجله ماونتن، عجله جبلي، الكلام ده كله زي ما احنا شفنا في الفيديو يا جماعه. جربنا لكم كل الكشافات دي، ما استخسرناش فيكم حاجه. فيا ريت ما تستخسرش اللي انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدعمنا بشير ولايك، زي ما بتدعم حمو بيكا ومش عارف ايه شاكوش ومطرقه والناس ديت. يا ريت يا جماعه الفيديوهات الهادفه بتاعتنا يعني برضو لو كلمه شكرا، طبعا الشكر لله، ولكن انت يعني ما تستخسرش فينا اللايك لدعمنا على المواصله. والسلام.